هذا وتواصل مراكز التطعيم في مختلف مناطق المملكه استقبال المسجلين وكبار السن لتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا قد بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء أمس الاثنين نحو مليون وستة وسبعين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون وخمسة آلاف شخص كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد متلقي الجرعة المنشطة من التطعيم بلغ نحو ثلاثة وسبعين ألف شخص هذا وتؤكد وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية أهمية مواصلة إقبال الفئة العمرية من 12 إلى 17 عاماً على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا حفاظاً على سلامتهم وسلامة الجميع